السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر هاني العليدي. هنتكلم عن حاجة اسمها Virtual Hard Disk VHDX. VHDX Virtual Hard Disk Version 2 is the successor format to VHD. طبعا هي هتبقى احسن وافضل من في اتش دي. طبعا ليه؟ قال لك هي احسن عشان في اتش دي هاز كباسيتي ليميتد اوف 2 تيرا بايت 2040 جيجا بايت. احنا بنقول 2 تيرا بايت. في اتش دي اكس هاز كباسيتي ليميتد اخرك 64 تيرا بايت. طبعا في فرق لما اجي اعمل هارد اخو 2 تيرا عن هارد باخو 64 تيرا. طبعا ده مساحة كبيرة. واصلا التيرا بايت دي يا جماعة اتلغت، يعني انا مش عارف ليه احنا ما بنجيبش الحاجة الاعلى. يعني احنا مثلا نفسي مثلا ايه، يعني لو بره اخو تيرا يبقى خليني يا عم احنا في الجيجا، لكن احنا يعني مش عارف. المهم يعني نفسي يبقى احسن من كده. فور دي ديسك ايمج وذ نيور فورمات ذا فايل نيم اكستنشن في اكس في اتش دي اكس از يوز انستيد اوف في اتش دي. طبعا الاكستنشن الامتداد بتاعه بقى في في اتش دي اكس. قال لك ال في اتش دي اكس بروتكتد اجينت باور فيلر. طبعا ما بيحصل قطع في الكهرباء والجهاز لو انت شغال على الهارد في في اتش دي اكس. طبعا هو عنده امكانيه اللي هو لما تيجي ترجع الكهرباء تاني يرجع الداتا، او هو بيحافظ على الداتا لغايه ما الكهرباء ترجع عشان تقدر تتعامل معاه تاني. and is used by Hyper V V HDX can be amount like VHD. طبعا في حاجة كمان، انت ممكن تحول من عندك من ان في مثلا عندي هارد في اتش دي تحوله في اتش دي اكس. تمام، ده يعني ده النقطة بس اللي أنا كنت عاوز أتكلم عليها. طبعا أنت لما بتيجي تنشئه تعالى كده نفتح، لا يعني مش هتكلم فيها كتير، يعني الفيديو مش هياخد 5 دقايق بس، قلت يعني ايه يعني حاجة خلاص اتكلمت عنها فخلينا بقى نخلصها. هايبر في سوري مش هايبر في تولز. هفتح كمبيوتر مانجمنت. احنا شفناها، ما انت وانت بتنشئ الفي في اتش دي بيبقى في تحتها في اتش دي اكس. يعني انا مغاوى بس ايه يعمل معايا لود، اعمل رايت كليك اهو اقول له كرييت في اتش دي. تمام، هو اوتوماتيك هيقول لك في اتش دي اكس. تمام، طبعا انت اهو هو نفس الموضوع هنا. تمام، لو انت لاحظت في اتش دي ما بتختار، هو بيعمل ريكومند للفيكسد، بيقوم بيقولوا اللي هو افضل واحسن. تمام، ال في اتش دي اكس طبعا ما بيسبورتش اللي هو ما بيعملش سبورت للويندوز اللي هو قبل ويندوز 8 زي ويندوز 7 والكلام ده، مش موجود في في اتش دي اكس، موجود بقى فيما بعد من اقول من بدايه ويندوز بالنسبه لويندوز كلاينت 8 وبالنسبه لويندوز سيرفر 2012، مش موجود في التاريخ في 2008، مش موجود في 2008. تمام، بس انت هتختاره
وتختار هنا اللي انت عاوز ايه الاسم اللي انت عاوز تسميه وتحطه فين بهاوز، تختار المكان بس هياخد ايه امتداد ايه في اتش دي اكس بس، وتحدد هنا الحجم بتاعه بالجيجا بالطيارة بس انت عملتها طيارة. مثلا انا اخي هنا ثواني، احنا هنا هنا اخدنا كام 64، يعني ما ينفعش تقول لي مثلا ايه 70، هو اصلا ما يشوفش 70 دي. تمام، فبس هو ده بس ال في اتش دي. تمام، طيب فرضنا ان انا غايب على فلاشة هارد وعاوز احطه، يعني اضعه على السيستم بتاعي، يعني مثلا انا غايب هارد على فلاشة تمام، واخدت كوبي وحطيته مثلا على الهارد. تمام، ففي هنا اتاش هنا في اتش دي وتحدد مكانه فين بالظبط عشان تلحق، يعني تخليه هارد في وسط ايه الهضات اللي عندك اللي هيبقى هنا، يعني مثلا واحد عامل شغل في مكان ما في البيت تمام، وقام رايح الشغل عاوز نفس الشغل ده يكمله على يعني على نفس الملف، ممكن تنقله على فلاشة ويبقى معاك على فلاشة، يعني انت بتحطه على الهارد بيبقى أفضل وأحسن وبيبقى أسرع. تمام، وتحطه هارد عادي، حط هو ما بياخد مساحة من على الهارد اللي انت هتحطه عليه، وبعد كده تبدأ يتعامل معاه عادي. بس يعني موضوع سهل يعني بسيط يعني، بس هي حاجة كلمنا فيها. انا هنا طبعا انا لو كنت وريتكم، بس هو في معلومات بتقول ان هو مينفعش يطبق عليه بيت لوكر، لا انا طبقت عليه بيت لوكر، يعني انا هقول لك على حاجة، تعالى كده نعمل كريت واقول هنا في اتش دي اكس نعملها الفي في اتش دي، لا في ماشي ونسميها اللي انا هسمي البتاع ده الالي دي، واعمله زي ما انا عاوز 2 جيجا او 3 جيجا. ونخليه دايناميك ونقول له، بس احنا ما قلناش فين المكان صحيح، نقول هنا تمام، انا كتبت هنا اللي دي هو المفروض اللوكيشن، انا اختار من جوه واكتب الاسم ماشي، وهدوس هنا اوكي، هو اكيد اوتوماتيك هينشوه اهو. طبعا انا من العلامه دي بالزرقاء دي اعرف انشالايز ديسك، دوس اوكي اعرف اللي هو ايه اللي هو بتاع، بسم الله الرحمن الرحيم، في اتش دي او في اتش دي اكس، وهنقول ايه سمبل فاليو نيكست نيكست نيكست. طبعا الكلام ده انا خلاص حفظته بقى، تمام طبعا انت تقدر تعمل بيت لوكا لو انت هنا دخلت على ماي كمبيوتر وتلاقي كيو، ممكن تعمل رايت كليك انت بس تبقى موجودة بدل ما نخش. طيب ماشي، ويت
في هنا أخيد في بيت لوقا والسلام. يهود طبقناها طلعناها من كنترول بلن. ثواني كده ما في بس الفيديو ثواني. بيت لوكر دي مش موجودة، لازم بقى ايه هتضطر انت بقى تعملها وتجربها انت بقى عندك في السيرفر. انت لازم هتعمل تولز سوري مانج اد رولز دي فيتشرز، هي موجودة تنزلها الأول وتختار السيرفيس. هي المفروض بسم الله الرحيم بيت لوكر تمام، يعني في بيت لوكر كده ومش عارف والله ما هختار بيت لوكر درايف انكريبشن اهي موجودة في الايه في الفيتشرز بتاعتي، لازم تختارها وبعد كده تخش على الكنترول بانل هتلاقيها وتقول له انت عاوز تعمل لمين لأي درايف تمام. واحنا يعني مش عاوز اعمل ستارت بس مش عارف بقى تظهر ولا لا، نقول انستول نجرب. انا شرحتها مرة قبل كده دي، انت بقى جربها تمام. ده موضوعنا اللي كنا عاوزين نتكلم عليه. هنبدأ الناس هتبدأ تسألني انت في الليسون سوري في الليسون سي هيتكلم هنا على الستورج سبيس او الستورج بول. لو انتوا فاكرين ان انا كنا بنتكلم عن الفيتشرز بتاعت ال ار اي اف اس ريزيلينت فايل سيستم، فاكرينه كنا في حاجه خدناها وتوقع احنا نأجلها مع بعض حاجة اسمها الستورج بولينج والشير ستورج بول. هنتكلم هنا عن حاجة اسمها الستورج بول وبعد كده ان شاء الله هنشوف هنعمل ايه. اما في حاجة كنت عاوز اتكلم عنها، تعرف نفتح ال انا مش هنشتغل كده لما هو يخلص، انا مش عاوزه يعني مش مهم عندي. كان في هنا حاجة كنا هنتكلم عنها اللي هي الاسخازي او اي اسخازي، انا تلاقيتها يعني موجودة بس في 412، احنا في 410 فقلت لا احنا نأجلها. لكن في حاجة ان شاء الله في الفايل ستورج هنا حسب اي اسخازي دي هيبدأ يشرح عنها تمام، وهيبدأ يتكلم عنها بس في 412 مش 410 تمام. فهو هنا اتكلم على السوج بول، هو ده اللي ان شاء الله هنبدأ نتكلم عنه وازاي ننشئه وازاي نعمله والكلام ده كله. وعلى العموم لازم السوج بول دي تتعامل مع الهادات، ما تكونش اتفرمتت قبل كده، ده اهم حاجة دي تمام. دي يعني معلومة أنا غلطتها وهنشوفها، لسه هنتكلم عنها السوج بول ده في يعني محاضرة جاية على طول إن شاء الله. وإن شاء الله في بعدها كده في فيديو كده شفته
عجبني ازاي لو انت عندك جهاز سان او ناس، جهاز الناس العادي جدا بيبقى ليه سوفت وير. هما بقى شارحين ان انت تعمل زي داونلود للسوفت وير وتحطه على ويندوز، ومن خلال ويندوز ده تفعل السان على جهاز مثلا معين، تمام. بس ده لسه هنتكلم عنها، ما ينفعش نقول كده كلام، بس احنا ايه يعني ننتظر لغاية ما ايه نبدأ فيه، تمام. طبعا انا اشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.